السلام عليكم، رجعت معكم فيديو جديد وذوق جديد. ذوق ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون قطبان ديال الغنمي مع مقبلة ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. طريقة جد بسيطة وسهلة. بالنسبة للمقادير عندي هنا نص كيلو ديال اللحم ديال الغنمي من جهة الفخذ اللي قطعته المكعبات صغيرة، كذلك عندي بصلة صغيرة مقطعة رقيقة او مبشورة، عندي شوية ديال المعدنوس، غنحتاج جوج معالق من عصير الليمون، كذلك غادي نحتاج جوج معالق من زيت الزيتون. بالنسبة للبهارات عندي فلفل احمر او البابريكا، كذلك غادي نضيف ملعقة من الكمون، ملعقة من الملح، وملعقة من الكزبرة الجافة كتعطي واحد الطعم زوين للقطبان. صافي، هنايا بعد ما غادي نخلط جميع العناصر غنخليهم تقريبا يرتاحوا ما بين 4 ديال السوايع حتى 6 السوايع، كل ما طالوا كل ما شربوا البهارات مزيان، وعصير الحامض كذلك كيساعد في هذه العملية. ممكن تضيفوا ملعقة من ياغورت طبيعي بديل العصير الليمون او ملعقة من الموطارد. نخليكم مع الفيديو ونرجع معكم المقبلة اللي غنرافقها بالقطبان ديالي، ممكن ترافقوها باي مشاوي. بالنسبة للمقبلة اللي بغيت ندير، اللي هي كتجي سلطة مدقوقة، غنحتاج ليها جوج حبات ديال الطماطم، وكذلك غنحتاج جوج حبات ديال الفلفل. هنايا كديروا الفلفل الأخضر اللي كيكون بلدي، ولكن للأسف ما متوفرش عندنا، فغادي نقضي فقط يعني اللي موجود حاليا. الطماطم والفلفل كنكون غسلتهم من قبل، باش منين كنشويهم كنزول فقط القشر وكنحتفظ بهم بدون ما نغسلهم، باش كيبقى هذاك الطعم ديال الشوي يعني او الطعم ديال الدخان فيهم هو اللي كيعطي هذاك الطعم الجديد. هاد السلطه معروفه عند الناس ديال تازه، وكنحيي الناس ديال تازه من هذا المنبر. كتجي رائعه، كتجي زوينه خصوصا بالفلفله البلديه. كي كتشوفوا معايا هنايا كنقشرها، كنحاول ما نخليش القشر يعني الاسود ما امكن. هنايا بعد ما زولت القشره كذلك زولت اللب ديال الفلفل اللي هو الزريعه. هنا كناخذ اي حاجه، كنحاول كنبقى كندق في السلطه ديالي حتى كتولي يعني كامله مدقوقه مزيان، وهذا هو الاسم ديال هذه السلطه اللي كيقولوا لها المدقوقه. كنضيف عليها شويه ديال الملح في هذه العمليه.
صافي. ومنين كنبغي نقدمها كنقدم فوق منها زويته بلديه، صدقوني كتجي رائعه وكيجي فيها واحد المذاق غزال. ولكن كما قلت لكم للاسف ما كنتوفروش على الفلفله البلديه، فالناس ديال الغربه كيقضيو باي حاجه وكيحاولوا يعني يحضروا الطعم اللي كلاو به الحاجه. فكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع الفيديو ونرجع معكم باش نعمروا القطبان. في هذا الاثناء غادي نبدا نعمر القطبان بعد ما خليتهم كما سبق لي قلت لكم ارتاحوا تقريبا 6 ديال السوايع. كي كتشوفوا كنحاول القطع يكونوا يعني متساويه ملي نكونوا كنقطعوا القطبان، والطريقه باش كندخلوهم كي كتشوفوا معايا في الفيديو كنحاول يعني ندخلهم في الوسط باش كيجيو معاوطين في الشوا على هذا الشكل، وكنستمر في العمليه حتى كنساليهم كاملين. وكنكون هنايا بديت كنحضر في الفاخر، يعني غير كنعمرهم كنحطهم كيتشواو. هنايا حطيتهم في الشوايه يتشواو كي كتشوفوا معايا، كنخليهم تقريبا واحد الخمسة دقائق صافي. وكنبقى كنقلبهم على الجهه الاخرى باش ما كيتحرقوش، لان كنعرفوا ان القطبان ديال الغنمي كيكون فيهم شويه ليدان فدغيا كياخذوا الطياب. كنحاول نقبلهم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال القطبان ديال الغنمي، كيجيو على هذا الشكل. الا قابلتهم مزيان كيجيو طايبين ما كيتحرقوش. كذلك بالنسبه للمقبله قدمتها في واحد ليبول صغارين، كتجي رائعه وكتضيفوا لها زويته بلديه في الوجه. ان شاء الله يكون الطريقه ديالي نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع ذوق جديد. كنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، كذلك لي لايك واشتراك في القناه الا كانت اول مره كتشاهدوا الفيديو. كنقول لكم عواشر مبروكه، وتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.